السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سير بخير. السلام بارك الله فيك. شنو المشكل اللي عندكم اليوم تما؟ عام اخويا كيف تشوفوا هذه وقفه احتجاجيه دايرها التعاونيه ديال فاطمه لاله فاطمه الزهراء. والموضوع هو السطو ديال مافيا العقار على 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 التعاونيه، حيث اننا بدينا تنشوفوا ان بعض الناس بدا يدخلوا معنا في التعاونيه وهما ما عندهم حتى سند قانوني، بل ان مام هذوك السندات اللي عندهم هي مزوره. التعاونيه راه عندها كيف تعرفوا عندها قوانين ديالها، بحيث ان عندها واحد رصيد بنكي المتعاون كيكون عطى الفلوس عنده واحد الرصيد للكونت ديال التعاونيه. كنجي نشوفوا تنلقاو بان الناس ما عندهم حتى ريال في 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 الحساب ديال التعاونيه، وتيقولوا راسهم بانهم متعاونين، وهذا غير قانوني. بدون سند قانوني كيف قالت الاخت. وهذا الشيء راه معروف، ولات مافيا العقار كتصيفط دي جون بحال هاد الناس هادو تيدخلوا باش يوقفوا هاد بحال هاد الناس اللي متعاونين، لان احنا كنا غير متعاونين. والتعاونيه راه دابا واقفه من 32 عام، كاين اللي مات مسكين، كاين اللي ماتت، كاين غير ولادها اللي جا ولا ولادو، والتعاونيه باقا في هذه الوضعيه. وتنتمنى ان المحكمه الموقره تاخذ بعين الاعتبار هذه الامور وتنصفنا في الحقوق ديالنا. رغم هذا احنا واقفين تنناضلوا وتنطلبوا بان كاين تدخلات باش تكون هناك بعض التدخلات للانصاف للجميع. وشكرا. بالنسبه لهذ المطالب، رغم المطالب ديالكم وهذا الشيء، واش غنسولك شنو هي الاجراءات اللي اتخذت من بعد الوقفات السابقه؟ الاجراءات اللي اتخذت هو اننا رحنا في مسطره المحكمه تابعين لودوسي ديالنا في المحكمه باش تعطينا الحقوق ديالنا، بحيث ان المكتب التجديد هذا درنا جمع عام ودرنا مكتب جديد ودفع جميع القوانين. اللي عنده شي حساب بنكي راه متعاون، واللي ما عندوش حساب بنكي لان كاين بعض المتعاونين تيقولوا عطينا الفلوس الرئيسة ولا عطينا بينهم وبينهم، وهذا راه غير قانوني، لان القانون تيقول لك اللي بغى يكون متعاون خاصو يكون دفع الفلوس في الحساب البنكي ديال التعاونية، حيث ان كاع المكتب القديم كاين بعض منه بعض لي زيليمون دابا اللي باقيين كيعطيو اوراق وهميه بحال ابراء ذمه طابعه فيها الرئيسه القديمه اللي هي بالمناسبه راه في السجن، وهذا الشيء غير قانوني. وكنتمنى من الله المحكمه تاخذ هذه الامور بعين الاعتبار. شكرا لك. شكرا. شنو المشكل اللي عندكم اليوم؟ سيدي المشكل التعاونيه، دركا حنا كاينين 110 ديال المنخرطين، وهي الرئيسه دخلت بزاف ديال المنخرطين، هذا عندهم فلوس كاسكاس، وهي دخلنا فلوسنا كلشي. نهار اللي دخلنا بالتزامات به وسميتو باننا نحطوا فلوسنا في البنك، لان التعاونيه بحال شي شركه. هادو دخلتهم عطاتهم الاسكاس وخلاتنا حنايا قلتنا واحدين، دركا هما كيقول لك حنا ناخذوا البقايا، البقايا منين غادي يجيبوهم؟ واحد رئيس تعاونيه. انتي واخده البقعه ديالك؟ انتي واخده البقعه ديالك؟ هذا مكملاها فلوس، كلها مكمله الفلوس وكل شيء، حتى زايده محتاجه 6 مليون فوق ديك الفلوس ديالي، قالت باش ما عرفتيش يديروا يكتبوا ولا يتخربوا ما عرفتش. دابا البقعه ديالك خديتيها ولا مازال؟ مازال ما خديت حتى حاجه، مازال حتى حاجه، كلشي باقي معقد. شحال دافع ديال الفلوس انتي؟ 120 مليون. لا لا، شنو المطالب ديال شنو شنو كيقولوا لكم؟ انا سيدي بالحق ماشي حاجه، لان هاد الناس اللي راهم داخلين بلا فلوس في البنك، ما حاطين حتى ريال في البنك، وعاطين هما الاسبيس وباغيين يدخلوا معانا، خاصهم يحيدوا. راه حنا ما عندناش، حنا بلاد مش خدامة من حقنا، حنا 110 ديال البقايا، دوكا ولات 150 ولا 160 ولا ما عرفتش. لا لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى الجميع يكون بخير. هذا هو شرادي. المهم ليسونسيال وهو هذا التجمع هذا دارو كان في اطار سميتو الحكم اللي كانت تحكمت به الرئيسه ديال التعاونيه ديال فاطمه الزهراء هي وامين المال، اللي هما حاليا في السجن، وكاين واحد المجموعه ديال المتعاونين الوهميين اللي بغاو يدخلوا
فهاد الجمعيه هادي لان ما مدانيش بجيستيفيكاسيون ديال لي روسي او نيفو ديال لا بون دونك اوتوماتيكمون جاي حتى هما دايرين دعوه ودايرين دايرين احتجاج ديالهم خاص بينهم باغيين يدخلوا لهاد الجهه التعاونيه بقوه مع العلم انهم متواطئين مع اللي كانوا اللي كاينين في الحبس اللي مشاو للحبس اللي دخلوا للحبس الحكم ديالهم اللي تحكموا مؤخرا. شكون كنتو درتو في سابق واحد الوقفه اخرى كانت ديجا كانت وصورنا معاكم شنو الجديد اللي كانوا؟ كانوا وقفات احتجاجيه من قبل سميتو وكانت الرد ديال المحكمه الموقره بالايجابي كان رد ايجابي ولله الحمد. فاذا به تولوا هاد الناس هادو المتواطئين مع المكتب القديم اللي هو في السجن باغيين يدخلوا لهاد الجمعيه باش يكثروا في العدد ديال المنخرطين باش يكون مشكل يخلقوا مشكل بالعربي تعرف يخلقوا مشكل وليه باش نبادروا الامور ونمشيو بعيد ونكملوا ونفرقوا عباد الله ونمشيو عباد الله ياخذوا القعد ديالهم بسلام. فاذا بهادو ولاو عاوتاني دخلوا واحد المجموعه دخلات دابا باش تروب الدنيا بهاد المفرده باش تروب الدنيا هذا هو البيت المقصود. اذا خص المحكمه المقرره تراعي لهاد الشيء وتراعي لان غادي يكون مشكل من بعد. في نظركم يعني حسب بما انكم انتم يعني داخل هاد التعاوني شحال العدد ديال المنخرطين الحقيقيين؟ العدد الحقيقي عدد المنخرطين الحقيقيين هو 110 المنخرطين 110 المنخرطين. هاد 110 واش خداو بقع ديالهم عندهم؟ يلا حنا دابا عاد كاف الصيف في اطار التصفيه واطار هادي تولات دابا هاد المجموعه هادي غتجي اذا اوتوماتيكمون راه غادي تولي مشكل ملي غيولي العدد ديال المنخرطين اكثر من العدد ديال القاعي غادي يولي مشكل غادي يولي عاوتاني وقفات احتجاجيه غادي يوليو نوليو هنا ما نخرجوش من هاد البلاصه ما نخرجوش نحيدو لهم هاد البلاصه. المطالب ديالكم في كلمه؟ المطالب ديالنا هي خص المحكمه تكون عادله وتكون تكون سميتو تعطي الحق لهاد الناس هادو 110 اللي كاينين باش يكونوا اللي عاطين لي روسي ديالهم اوفيسيال اللي عاطين لي روسي اوفيسيال للبنكات اللي دافعين دفعات بالقانون. شكرا لك. لا شكرا على الوجه. هذا عار هذا عار تعاون يا ماشي ديالك المافيا سيري بحالك.